صراحة اه يعني انت ما حدش عاجبك ليه؟ يعني اضحك على الناس. ايه اضحك على الناس يعني؟ ايه تضحك على الناس يعني؟ اضحك على الناس يعني انت الدوري المصري ما حدش لافت نظرك فيه؟ مش نفس المستوى طب يعني. اديني بقى انا مش فريق السنة فريق في الدوري المصري، طالما انت بقى مش عاجبك حد. اشوف مين اللي عاجبك، اديني بقى من اول حراسة المرمى كده والله. اخدك ليه واحدة بس واحدة. والله؟ ده بالعكس، انا مع احترامي ليهم، بس انا بحب، انا من النوعيه اللي بتحب الموهبه. مين حارس المرمى في 2018 في الدوري؟ ما هو لا، ما هو برضه بص يعني مش هنقدر نتكلم ندي واحد بس يعني. هو جنش والشناوي في الفتره في 2018 همشي معاك. ياه انت قلت اتنين، اه ده احنا يعني عايزين نطلع واحد منك. لا 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 ما في والله، بس انا بتكلم. طيب جنش والشناوي. تمام عندك. انا شناوي، الشناوي بتاع الاهلي، محمد محمد الشناوي، الشناوي. مع ان احمد الشناوي ما شاء الله رجع كان مصاب، انا يعني انا بحسبها كناحيه مصاب. اصابيه. ماشي ماشي يعني مش باك انا ليفت. باك ليفت. عبد الله جمعه في الفتره الاخيره عبد الله جمعه عامل شغل مع ان مش كويس، مركزه. بس عامل شغل كويس ماشي قوي اتنين يعني، مادي مساكين. فيها بشكل كويس. وطبعا علي معلول قبل وعلي معلول الاصابه. ماشي. تمام. احمد فتحي والنقاز، احمد فتحي والنقاز، فرجاني ساسي وطارق حامد. طب انت المساكين بس نسيتهم ليه؟ اه انت سوري، علي جبر ومحمود علاء. علي جبر، ما مش هقول كل بالي يعني، محمود. اعمل ايه طيب يعني؟ طيب انا جبت سيره حاجه انت لا نسيتها. بس يعني مفيش، هو انا قلت لك قول حاجه؟ يعني حتى سعد، وعلى فكره سعد من اللعيبه اللي انا بحبها جدا جدا، بحبها قوي، اللعيبه الكبار. وكنت هو حظه السيء يعني. بص عايز اقول لك حاجه والله بجد، اي حد هيلعب جنب كوليبالي لازم يخلص عليه، هو خلص عليه دمره. لا والله اه بتكلم بجد مساك والله. كوره، اه لا ما مع اني سليف كوليبالي يعني. ما هو يعني سليف هو ده كوليبالي. سليف كوليبالي، عايز حد يمسكه. لا يعني فرجاني ساسي. فرجاني طبعا من هو دلوقتي العنصر الاساسي جوه نادي الزمالك، هو ومين اللي تاني؟ بيلعب نادي الزمالك كوره. مين جنبه؟ طارق حامد. الله الله، انت مختار الزمالك بقى. ده والله خالص بالعكس، ما عندك عبد الله وليد جمعه سليمان. وليد وعلي سليمان اهو، ومحمود علاء وليد سليمان اهو، والنقاز وليد وفرجاني سليمان. ساسي. وليد سليمان. طيب ها ماشي. مين؟ عندك ازارو. ازارو. خد بقى الاثنين بقى، ما هو فيش غيرهم بصراحه، كاسونجو ومروان محسن. انت ثلاثه راس حربه، ازارو وكاسونجو ومروان محسن. هم يعني الفرقه تلعب، لو في فريق للدوري يلعب بثلاثه راس حربه. لا يعني بكلمك على الثلاثه الاماميين يعني. لا فين الثلاثه الاماميين؟ مين ما هم انت؟ فيش غير هم دول بصراحه. فرجاني ساسي وطارق حامد وليد سليمان. تمام. مين بقى وازارو وكاسونجو بيلعب ومروان. تسعه ومين بيلعب 10؟ لا مش قصدي يعني، هم دول الاسماء ديت اللي هي اللي موجوده سواء في الهجوم اديني او راس حربه واحد. انت قلت ثلاثه، مروان وازارو وكاسونجو. لا ما هو طب هتعمل ايه طيب؟ ما هم دول هم اللي موجودين على الساحه. بتكلم بجد والله يعني، ما هم مجبر ان انت تقول، هتقول مين غيرهم طيب يعني؟ طب مين شايف ابراهيم سعيد في الملاعب؟ انا بتمنى والله ان انا اشوف حد ابراهيم مين سعيد. مين متوسم فيه؟ انا ما اقدر. بص ابراهيم سعيد، خلي ابراهيم سعيد تملي على جنب. ليه؟ ما انت ابراهيم سعيد قاعد قدامي. ما هو الحمد لله جنبين. طبعا، بس انا من النوعيه اللي ما بحبش. مين أتكلم. شايف ابراهيم سعيد؟ ما فيش والله، مش شايف. انا بتمنى ان انا الاقي حد. الوحيد اللي كنت شايف فيه ان ممكن يوصل، بتكلم بجد والله مش بهزر، كان علي جبر في علي جبر في كاس امم اللي هي 2017. علي جبر صراحه، مع ان فرق كبير في ال يعني. كان عامل بدايه، كان عامل موسم عالي جدا هو وحكازي، كان عاملين شغل عالي قوي. في الفتره بقى الاخيره ما اعرفش ايه التريب اللي حصل له بالظبط، بس خصوصا كمان لما راح الدوري الانجليزي ما لعبش فاثرت عليه. اما هو من النوعيه اللي انا كنت شايفه يعني هيكمل الموضوع بتاعي شويه. كنت عايز اسالك سؤال، مين شايفه ممكن يبقى محمد صلاح؟ بس باجابتك في ابراهيم سعيد مش هقدر اسالك. لا محمد صلاح طبعا، بس محمد صلاح، ابو تريكه، احمد حسن، ميدو، اسماء كتيره مش عايز انساها، فاهم قصدي؟ بركات. مع احترامي يعني، عشان تطلع جيل بالشكل دوت انت لازم تعتمد على مرحله الناشئين بشكل كويس قوي، اللي هو الناشئين. احنا لما طلعنا عشان نوصل للمستوى دوت احنا بدأناها من تحت خالص. كنا بنتأهل كويس، احنا كنا بنشتغل. طب هقول لك على معلومه تقريبا الناس تاخدها، هات لي واحد لعيب في الدوري المصري عنده عضله. بتكلم بجد والله، بص على التشيب بتاع اللاعب مفيش عضل. لان كل اللعيبه بتهتم كميه بالجيم اصابات دلوقتي جيم ايه ده كله؟ ده همبكه، ده مجرد بس عشان ينزل انستجرام وبتاع. والله لايكات وحاجات كده، جو كده عارف، ضحك على الدون. زي ما يعني الحديد ده مش حديد؟ هو على فكره هو مش بالحديد ومش بالجيم. اه هو التأهيل دوت انت يعني، اصل بس هو ربنا سبحان الله خلق اجسامنا مختلفه يعني، انت جسمك غير جسمي. انت ليك وزن معين لازم يتعمل على 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 على, على تركيبه القياسات. انت كان في حد بيقول لك انت وزنك؟ كان في احنا كان الله يرحمه كابتن جوهري، كان كابتن حسن شحاته كان بيعمل لنا
قياسات وحتى وانا في مرحله الناشئين كان بيتعمل لنا قياسات. بكلم بجد والله مش بهزر. انت دلوقتي مين بيعمل لك قياسات؟ مفيش. هو جيم وروح بدون عارف اللي هو ايه، عشوائيه. عشان كده ثلاث ارباع اللعيبه بتتصاب. بتكلم بجد والله. شايف ميسي جسمه قد ايه والعضلات اللي في جسمه قد ايه؟ الناس دي عارفه لما بتيجي تشتغل بتخش الجيم بيشتغل ازاي. احنا هنا انت بتشتغل بقول لك انا عشان تجيب لايك. والله بتكلم بجد. هنا الناس دي كلها كل حتى برضو الانديه بينزلوا على انستجرام وعلى المواقع عشان يجيلهم لايك وريتويت وحاجات زي كده. نفسك مين ياخد الدوري السنه دي؟ لا انا بتمنى ان الدوري يبقى احسن من كده، بس يا رب ما يعني كفايه تاجيلات يعني. انا خايف يعني راس السنه تتاجل والله. راس السنه والله عامل حسين ممكن ياجلها ما اعرفش ليه. ليه محملين قوي محملين الحاج عامر حسين اكتر من طاقته. وهو بيزعل حتى يعني بيزعل من اللي بينطقه. بنزعل برضه وكلنا بنزعل وكل الناس زعلانه يعني كتير قوي تاجيلات. انت برضه ما فيش نظام يعني. وقلت الكلام ده قبل كده معاك وناس كتيره جدا زعلت. انت ما فيش اسس انت ماشي عليها. عشان كده هتلاقي اللي عارف انت بتلعب الدور الثاني في الدور الاول في الماتشات المتاجله الدور يعني عارف تحس ان العمليه ملخبطه. هي الناس متلخبطه. فانت لازم تعمل اسس بس عشان توصل للمرحله دي. هو القانون يمشي على كل الانديه بالكبير بالصغير. ولازم تمشيه على الكبير قبل الصغير. ما لو مشيته على الكبير الصغير هيحترم خلاص، لان انت ماشي دلوقتي الموضوع ماشي على الاهلي وعلى الزمالك. فلازم تمشي الاسس دي كلها على الكبار. فانت دلوقتي بضغطه اعلاميه في ثانيه تقوم مغير الطريقه بتاعتك. اللي بيحصل عندنا ده بيحصل في دوريات ثانيه بالشكل ده؟ حتى لو حصل مش هيبقى بالشكل ده خالص. يعني احنا تقريبا احنا عدينا يعني مرحله اللا معقول. من كميه تاجيلات، من كميه لخبطه في الدوري. ملاعب ما بقتش زي الاول. عدم اهتمام بالملاعب، في حاجات كتيره جدا متلخبطه. اسماء مدربين هم بكلمك بصراحه. اللعيبه زي قلت لك والفرق دلوقتي بقت تقول لك اشمعنى. كله بقى واحد، بقى كله دلوقتي سواسيه. انا قلت لك قبل كده اخر مره قلت لك ايه؟ قلت لك 90% من لعيبه الدوري المصري لعبوا في اهلي وزمالك. تعال ارجع كده من 10 سنين كنت هتلاقي مثلا في الدوري المصري ممكن تلاقي خمسه سته لعبوا اهلي وزمالك.